بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا النهاردة يوم بالنسبة لكم يوم بيعتبر يوم عيد، يعني لأن دي من التواريخ اللي بتبقى يعني إيه الواحد ما بينساهاش أبدا، لأن بتبقى محفورة جواه، لأن هو من النهاردة بيبدأ يعد حياة جديدة تماما، وهيبقى هينتقل من مرحلة تانية خالص. يعني احنا النهاردة كده انتوا كلكم كده لسه حاصلين على ليسانس حقوق، انتوا شوحانين، عشان كده ما نقولكش يا استاذ النهاردة بعد حلف اليمين المجتمع هيقول لك يا استاذ، وكله هيقول لك يا استاذ. ليه؟ ده حكم القانون والنص، والقانون بيقول كده، لانك انت بتقدم المرحله لمرحله تانية خالص. المرحله بتاعت النهارده دي مرحله انت مسؤول مسؤوليه كامله بعد حلف اليمين، مسؤول عن نفسك، مسؤول عن كل المؤسسات اللي موجوده في المجتمع بتتعامل معاها، مسؤول عن نفسك ازاي. اهم حاجه انك لازم تبقى واثق في نفسك تماما، بتعتز بنفسك، بتفتخر بنفسك، لانك انت بتعتبر شخصيه عامه. المحامي شخصيه عامه، انتوا النهارده بعد حلف اليمين شخصيه عامه، لان اللي بيتعامل بيقول لك يا استاذ يا استاذه، بيخاطبك بالصفه اللي قانون المحاماه اداها لك. دي طبعا ايه اللي بيتقال ده دلوقتي مش كلام مرسل، ده واقع، واقع احنا هنعيشه وهنتعامل معاه. وعشان نعيشه ونتعامل معاه لازم نبقى عارفين يعني ايه المحامي، لازم، لان من النهارده انت هيبقى ليك شخصيه جديده تماما. المحامي لازم يبقى فيه صفات، مفيش حاجه اسمها ايه اللي عايزين كرامه المحامي، اي كرامه المحامي، وفي حاجه اسمها كده كرامه المحامي. المحامي مولود بكرامته، بيتربي في اسره محترمه، بيتربي في وسط محترم، تعلم تعليم محترم، ربنا كرمه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كرمه. قبل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كرمنا، مش محتاج ان حد يقول لك ايه كرامه، ايه كرامه المحامي. ده المحامي ده اساسه كرامته، اساسه شخصيته، اساسه اعتزازه بنفسه، اساسه انه بيفتخر بنفسه، اساسه ان هو من يعني الاخلاق، الادب، الاحترام، العلم، القانون، الابداع، المفكر، المنتج، العارض، هو ده المحامي. خلي بالك انت النهارده بعد ما هتبدا تمارس حياتك بقى، هتقول معهد بعد، انا عشان افكركم برضو بعد ما تخلصوا في المعهد المحاماه، يعني هتسجلوا بقى في المعهد. التسجيل في المعهد بيبقى في كل فرعيه فيها معهد، القاهره الكبرى بيبقى فيها معهد، المعهد ده 6 شهور. المعهد هو ده اللي بيخرجك محامي ممارس مهنة المحاماة ورسالة المحاماة. ده هتيجوا في المعهد، وأنا برضو يعني الحمد لله أنا مقرر المعهد برضو على مستوى الجمهورية، يعني اللي احنا هنلتقي بقى مع بعض يعني كتير. يعني احنا لسه مخلصين دورة الخمسة هود، والنتيجة الحمد لله كانت مشرفة، وبنوزع النتيجة دلوقتي، بنوزع الشهادات بتاعة المحامين اللي هم كانوا في الدورة الخمسة اللي هم جدول عام، وتخرجوا الحمد لله، وبنسلمهم بالشهادات دلوقتي. حاجة طبعا حاجة مشرفة يعني صراحة. فعلشان كده بقى بنقول ايه، انت كمحامي قبل ما تبقى كل حاجة لازم يبقى فيه علاقة بينك وبين ربنا، لازم تفصل بينك وبين ربنا، هو ده اساس النجاح. خلي بالكم
صلاه بينك وبين ربنا لازم تبقى عارف كويس قوي انت محدش كمحامي رقيب عليك. النقابه العامه يعني زي القانون ما بيقول، لكن انت في عملك رقيب عليك نفسك وربنا انت مش تابع وزاره او تابع بتاعتها، لا انت لما تيجي تمارس مهنتك اللي رقيب عليك ضميرك وربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا هيحاسبنا. خلي بالك ربنا هيحاسبنا قبل القضاه واكتر، لازم تكون جودك قاضي مش عارف في الجنة. لا احنا كمحامين يا اما نبقى فوق قوي يا اما نبقى مش عايزين غير هي بس ان احنا نبقى فوق بعلمنا بادبنا باحترامنا بتقديرنا لنفسنا بتقديرنا للمجتمع باحترامنا لكل فئات المجتمع الموجوده فيه. المحامي بيتميز بحاجه انه بيحترم الناس كلها بتحترمه وهو بيحترم نفسه الاول وبعدين بيحترم المجتمع فالمجتمع بيحترمه. واساس نجاح المحامي الاحترام، اساس نجاح المحامي احترام وادب واخلاق وعلم. ربنا كده ما سابناش كده نعمل اللي احنا عايزينه، لا ده بالعكس ده احنا الفئه الوحيده اللي بنتحاسب كويس قوي قدام المجتمع وقدام ربنا سبحانه وتعالى، قدام ربنا الاول. اوعى تفكر نفسك انك انت وحبي بقى وخدت الجنيه وبتاع وطايع في الدنيا والكلام، لا مش خالص الكلام ده مش موجود، لا ده احنا الواقع اللي احنا عايشينه ان احنا بنعتبر الفئه المحترمه اللي المجتمع بيحترمها، وان احنا بنحترم المجتمع لان احنا بندافع عن المجتمع بندافع عن الوطن قبل كل حاجه، اللي بتدافع عن الافراد المواكب والكلام ده كله، انت بتدافع عن الوطن، بتدافع عن بلدك، بتدافع عن الامن العام بتاع بلدك، ولازم تبقى ملم بالوضع اللي احنا عايشينه كويس قوي لازم، لان اللي انتوا في الجيل اللي انتوا فيه ده انتوا هتبقوا مسؤولين مسؤوليه كبيره جدا عن كل حاجه في بلدك وفي وطنك، انت مسؤول ومسؤول مسؤوليه مش عاديه، لا لان انتوا شباب، انتوا الجيل اللي جاي، انتوا اللي هتبنوا ثمره اللي بيحصل دلوقتي، كل اللي بيحصل دلوقتي انتوا هتبنوا ثمره. كنت بقول لك دلوقتي اصل الناس والدنيا، لا لا مش كده خالص، انتوا احنا كده الجيل بتاعنا ده احنا هنسلمكم الرايه، هنسلمكم نقابه المحاماه، هنسلمكم المحاماه، فعشان كده احنا بنعدكم لبكره. فعلى اللي احنا بنقوله ده انتوا الجيل اللي ايه يعني المفروض بادئين، لانك انت المفروض متعايش الاحداث اللي بتحصل في المجتمع لازم، وانت اللي لازم تكون عايشها صح وفاهمها صح وبتقيمها صح سواء في الداخل او في الخارج، لانك انت مسؤول، انت مسؤول عن اي حد، لانك انت راجل قانون منوط بيه كل حاجه، راجل القانون منوط بيه كل حاجه في المجتمع ومسؤول عن كل حاجه في المجتمع، مش ان انا بس المحامي رايح المحكمه، لا مش كده، رايح المحكمه دي ماشي، لكن انت مسؤول عن كل حاجه في المجتمع. طب ازاي؟ كل مؤسسات الدوله اللي بتتكون منها المجتمع، كل المؤسسات والشركات وايا كانت والادارات والكلام ده كله، كل ده في ادارات قانونيه محامين. كل اداره في المجتمع او في المؤسسه او في مؤسسات الرئاسه او في مؤسسات الرئاسه في اداره قانونيه، في شؤون قانونيه. ليه في شؤون قانونيه؟ لان كل اللي بيتم لما تيجي النهارده الدوله بتعمل معاهده، شركه بتعمل اتفاقيه،
بتعملها ازاي؟ بتعملها شركه مقدمه، دوله مقدمه عايزه تستثمر في بلدنا، بيتعرض ده على الدوله او الحكومه، وعلشان يعملوا ايه؟ عشان بيناقشوا الاتفاقيه من جانبين، الجانب اللي جاي من بره او اللي جاي من الداخل، ومصر ممثله في المؤسسه اللي هتعمل معقد. مين بقى اللي هيمشي دي؟ ومين اللي هيقول اه؟ ومين اللي هيقول لا؟ المحامي، الشؤون القانونيه. هي اللي هتقول اه وهي اللي هتقول لا. هي اللي هتوافق وهي اللي مش هتوافق. في كل المؤسسات ده، كل المعاهدات، كل الاتفاقيات، كل ده احنا اللي مسؤولين عنه، واحنا اللي بنصيغه. احنا اللي بنصيغه، واحنا اللي بنوافق عليه. واحنا بنقول ان احنا موافقين على الاتفاق، على الاتفاقية دي. ايه احنا وافقنا؟ شؤون القانونية بتعرض للجهة بتاعتنا المسؤولة اللي هتتوقع، ويبقى كده الموضوع خلص. طب الشؤون القانونية قالت لا، يبقى لا ما ينفعش. لان هنا القانون، هنا رأي القانون ملزم، يتعلق بمصير دولة، بمصير مجتمع، موضوع مساحة. فعلشان كده احنا بنقول لازم نبقى فاهمين يعني ايه محامي، يعني ايه راجل قانون، يعني راجل قانون مسؤول مسؤولية كاملة. انت بتتحاسب قدام المجتمع حساب عسير، عشان تبقى فاهم، مش حساب لا، حساب عسير. حساب عسير مش هيعمل لك حلقة، بيحطك في مكانة معينة، بيديك حصانة. خلي بالك احنا لنا حصانة، احنا لنا حصانة من اكبر من الحصانة المكتوبة في قانون المحاماة. الحصانة دي انت حضرتك اللي بتعملها، انت اللي بتجبر المجتمع انه يحترمك، انت اللي بتجبر المجتمع عشان يحطك في مكانة معينة من الاحترام والادب. فعلشان كده احنا مش الموضوع من اخطر ما يكون، عشان تبقوا فاهمين الموضوع من اخطر ما يكون. طبعا في محامين كل الفئات كده، لكن احنا بنسعى دائما وكل مره الحمد لله بيبقى في تقدم، ان احنا بنخرج جيل. خلي بالكم كل فئات المجتمع النهارده مستنية جلسة حلف يمين، هتشوفكم النهاردة. الراجل اهو بينقل حلف اليمين للجمهورية كلها. فأنت النهاردة كل الجمهورية مستنية تشوفك، مستنية تشوف الجيل اللي جاي، مستنية تشوف الناس اللي هتحلف اليمين، الناس اللي هتقسم بالله، الناس اللي هو المجتمع هيثق فيهم وهيوليهم أمره. موضوع مش سهل. لا، انتوا مسؤولين مسؤوليه كامله، ومسؤول، انت مسؤول قبل المحكمه، مسؤول قبل القاضي، انت مسؤول قبل القاضي، مسؤول قدام ربنا، مسؤول قدام المجتمع، مسؤول قدام نفسك. خلي بالك، ما انت مسؤول قدام نفسك دي مهمه جدا. واحد بيجي اخر النهار بيروح بيخلص بينام، ما بينامش ليه؟ ما انا بقعد العقل هنا والمخ شغال بيفكر، انت عملت ايه النهارده؟ انت اديت ايه النهارده؟ انت اديت فعلا بما يرضي ضميرك؟ انت رضيت ضميرك؟ رضيت ربنا؟ راضي عنك؟ لا، المحامي الوحيد اللي بيعمل كده. ليه؟ لانك انت منوط بيك حياه المجتمع. انت منوط بيك حياه المجتمع، مش موظف هتروح مسؤول عن نفسك. لا، احنا مسؤولين عن نفسنا، احنا مسؤولين عن المجتمع بكل طوائف، احنا مسؤولين عنه. كل طوائف المجتمع احنا مسؤولين عنه. فعلشان كده انت شخصيتك بتبقى متفرده، لانك انت بتحاسب نفسك قبل ربنا ما يحاسبك. لازم تبقوا عارفين الكلام ده، الوضع بالنسبه لنا. وخلي بالكم كل فئات الدوله بتثني على شباب المحامين اللي هم اتخرجوا من معهد المحاماه، بيقولوا لنا
بيقولون شايف النقد وشايف الاستئناف وشايف المحاكم بيقولون انتوا عملتوا عمل محترم. معهد المحاماه ده عمل محترم هم حسوه، لان الخريجين بتوع المعهد بيشتغل خلاص بقى دخلوا الجمعيه العموميه شرف المحاماه، فبيلتقوا بيهم بيحضروا قدامهم لهم طلبات بيبقى ازاي. فعلشان كده هم بيقولونا كده يعني. فاحنا بنبقى سعداء جدا لما الجهات المسؤوله المحترمه دي اللي انتوا بتتعاملوا معاها على طول بتثني علينا ثناء محترم ان احنا عملنا عمل محترم وجيل طالع محترم، وده سر النجاح بتاع المحاماه مش انتوا عارفين. فالامر بالنسبه ليكم امر مهم جدا. اللي انا عايز اقوله تاني لما نقول ايه انت مسؤول عن كل حاجه، انت مسؤول عن كل حاجه، انت مسؤول عن حياه بني ادم، انت زي انت اكتر من المحكمه. المحكمه بتصدر حكم بالاعدام، محكمه تصدر حكم بالاعدام. المحامي احيانا لا مش احيانا طبيعه عمله بتحتم عليه في دفاعه ان هو يغير قيد الوصف، يغير قيد الوصف النيابه بتحيل متهم او متهمين ارتكبوا جريمه معينه بعد انتهاء التحقيق، وادله ثبوت موجوده من وجهه نظر النيابه العامه، ادله ثبوت مكتوبه، شهود اثبات، شهود دليل قولي، دليل مادي، يفادي بالشرعي، ما اعرفش ايه، بتبقى القضيه اكتملت، النيابه خلصتها وبتحيلها للمحكمه. المحكمه بتعمل ايه؟ بتحكم. النيابه بتطلب من المحكمه ايه؟ تطبيق مواد الاتهام الوارده بامر الحاله اللي هي حاله اوراق المتهم او المتهمين الى فضيله المفتي. هيعدم. هنا بقى تعالى في الجزء في 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 الجزئيه المهمه جدا للمحامي، في دور المحامي هيعمل ايه؟ لازم تبقوا عارفين المحامي هو اللي بيبدا المحكمه الجلسه وينهي الجلسه. مش المحكمه. المحامي بيبدا الجلسه ايا كانت الجلسه. دعوه مدنيه، اداري، جنائي، شرعي، ايا كانت الدعوه. هو المحامي اللي بيبداها وهو اللي بينهيها. وهو اللي بيحدد موضوعها. وهو اللي بيقدمه للمحكمه. والمحكمه بتبقى. طيب شوف لما تحضر عشان تعرف بقى قيمه ومكانه المحامي شكلها ايه. لما النيابه تحيل متهمين بواقعه بادله ثبوت مكتوبه وتحيلها للمحكمه عشان والنيابه طلبت مواد الاتهام الوارده بامر الحاله دي وطلبت حاله اوراق المتهم دلوقتي. هنا بقى تعالوا شوفوا دور المحامي شكله ايه. تحسوا بمكانتكم شكلها ايه؟ تحسوا بشخصيتكم شكلها ايه؟ تحس بعلمك وفكرك ايه؟ والفقه اللي انت بتعمل ايه؟ وهتعمل ايه في القضيه دي؟ القضيه اللي النيابه بحالها بالاولاء المتهمين لفضيله المفتي بتطلب اعدامهم والمحكمه اللي هتحكم والمحامي هو المرجح العالم المفكر اللي هيعد سيناريو جديد اللي هيغير وجه الراي بالدعوه اللي هيغير ادله الثبوت اللي مقدمها النيابه اللي هيقدم ادله ثبوت من وجهه نظره هو ادله ثبوت مش مكتوبه. لازم تبقى فاهم انت ايه. النيابه بتقدم ادله ثبوت مكتوبه في الورق في التحقيق. احنا ما بنقدمش ادله ثبوت مكتوب، احنا بنقدم ادله ثبوت شفويه. شبه ركز في دي. لما هتيجي انت تقدم ادله للمحكمه عكس الادله اللي مقدمها النيابه وبتطلب فيها تعديل القيد والوصف المقدم من النيابه العامه من احاله اوراق المتهمين لفضيله المفتي
الى ايه؟ قيد الواقع، قيد الواقع جناية، ضرب قبض الى موت، تعدد اطراف المشاركة، يتجول كان مسلم دول الواقعة، يستحيل على الشاهد انه يرى المتهم، ويستحيل على الشاهد انه يرى السلاح اللي اطلقه المتهم وادى الى وفاة المجني عليه. هنا انت غيرت الدنيا، انت غيرت القيد والوصف، انت غيرت ادلة الثبوت، انت غيرت دليل الاسناد اليقيني اللي هو من وجهة نظر النيابة ما قدمها للمحكمة عشان نهدم الراجل او المتهمين. طب انت عملت ده ازاي؟ انت عملت ده ازاي؟ انت عملت ادلة الثبوت اللي انت عدلت بيها القيد والوصف، انت غيرت الدليل اللي مقدمها النيابة وقدمت دليل يقيني من وجهة نظرك فعلا يتنافى تماما مع الدليل اللي مقدمها النيابة العامة، وتناولت كل الأدلة اللي موجودة اللي احنا قلناها دي. وهنا بقى تعالى بقى عشان تعرف دورك ايه، وتعرف على العظمة اللي انت فيها ايه، وتعرف لما تسمع حكم المحكمة وهي بتحكم على المتهمين بوقعة تانية خالص، مبقاش اعدام، لا خالص. تخيل بقى المتهمين دول اللي موجودين دول في القفص، وهو الثانية مش عايزة تمشي بالنسبة لهم، منتظر حكم الاعدام. مين بقى اللي خرجوا من دي؟ مين اللي وصل للحقيقة عكس اللي موجود في الورق؟ مين اللي عدل القيد والوصف؟ مين اللي عدل القيد والوصف والمحكمة اقتنعت بيه؟ تخيل بقى لما المحكمة تقتنع بأدلة الثبوت والقيد والوصف والدفاع والمرافعة اللي الدفاع قدمها، وترجح ايه؟ ترجح الدفاع اللي قدمه المتهم والذي تضمن تغيير القيد والوصف وجعل الواقعة ضرب أبطأ إلى موت، وتنتهي المحكمة بتحكم بثلاث سنين واللي تديه براءة واللي تديه. أنت خارج بقى كده شكلك إيه مع نفسك؟ شكلك إيه مع المجتمع؟ الناس بتقول عليك إيه؟ أنت بتقول على نفسك إيه؟ أنت بتعتز بنفسك إزاي؟ أنت بتفتخر بنفسك إزاي؟ أنت عالم. يبقى أنت هنا لما بنقول إيه؟ محامي شخصية متفردة على المجتمع، كلامنا واقع مش حاجة تانية. واقع. ماشي. فإحنا يعني عايز إيه؟ نقول إحنا حريصين بقى على اللي إحنا قلناه ده، وتخرج النهاردة من هنا تحس بنفسك أنت إيه؟ خلي بالكم. أنا برضو عايز أقول كلمة مهمة، نقول لك محامي ينزل ويروح المحكمة ويجيب ما أعرفش إيه ويعمل إيه؟ لا مش كده. مش كده خالص. انت مش موظف، انا اهو مش موظف. احنا بناخد ايه؟ انت ليك اتعاب، قانون محدد ليك اتعاب، بس مش ايه، ما هيش ما يعني توقيتها انت بتملكوش. دي بقى ايه؟ ده الرزق من عند ربنا، رزق بيجي لك، رزق غيبي ربنا اللي بعته لك اتعابك، بس انت مش عارف امتى هيجي لك. فعشان كده انا بقول لك من عظمه المحاماه، انا بقول بقى لنفسي اني عمرك ما تنتظر في حاجه جايه لك، في فلوس جايه لك، في انت ليك اتعاب، بس هاجي لك انت خدت جزء منها، لسه باقي لك باقي الاتعاب كتير، بس هاجي لك انت مش عارف. انت ممكن تبقى قاعد في المكتب وعايز فلوس ومطلوب حاجات كتير، وانت ليك اتعاب ولسه بقى كده يعني، لان المحامي حياته تبقى خاصه شويه. فانت بتلاقي واحد جاي بيخبط عليك في البيت مش في المكتب. جاي ليه ده؟ هيقول لك ده فلان اللي جاي، هيقول لك ده في واحد بيسال على حضرتك وعايزك. انت بتقوم تقابل الراجل، راجل مكرم يا باشا، معلش انا بعتذر، انا جاي
لك عندي مبلغ من الاتعاب وانا انت مش فاكر. ايوه الواحد احيانا مش فاكر. اه والله يعني الواحد عمال الواحد احيانا ما هو وقت انت مش فاكر ليك قد ايه. هو بيجي لك يقول لك حقك اللي ربنا حدده لك وربنا اللي بعته لان ده رزق جاي لك هيجي لك هيجي لك. فعشان كده المحاماه رساله ومهنه محترمه ولازم نبقى ايه يعني عندنا كبرياء كل حاجه. احنا ان شاء الله هنبدا النهارده حلف اليمين. حلف اليمين خلي بالكم مش كلام بنقوله كده لا خالص. احنا اولا بنتكلم بس بتتكلم يقول لك المحامي بيتكلم كتير. طب ما انا بتكلم كتير اه بس بتكلم بايه؟ مش كلام مرسل ده كلام واقع. كلام بيتجسد من كل كلمه بيقوله واقع معينه. فهنبدا حلف اليمين. اتفضل بقى هو عشان قسم. خلي بالكم القسم ده مش قسم عادي كده او بيتقال في لا انت كل كلمه بتقولها في القسم كل كلمه بتقولها في القسم دي بتعبر عن واقع المحاماه اللي احنا هنعيشه. وكل كلمه بنقولها في القسم دي حطها في دماغك وفي وجدانك واوعى اوعى حد ينحل بالقسم لحسن ايه. انما اللي هو بيحترم المحاماه كويس قوي وبينه وبين ربنا بيأدي كويس قوي بيبقى المحامي اعظم شخصيه في المجتمع. اقول لكم اخر اعظم شخصيه في المجتمع واغنى شخصيه في المجتمع. انا بقول كلام ما واقع مش لا بس اللي يعمل ايه؟ اللي يلتزم بيها ويعيش جواها وهي هتعيش جواها وتحتضن. فالقسم مهم ماشي؟ يلا هنبدا القسم. اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماه بالشرف والامانه والاستقلال وان احافظ على سر مهنه المحاماه وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون. مبروك بالتوفيق ان شاء الله. Thank you.